بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. إخواني أخواتي، عدت إليكم فيديو جديد لتجربة إنبوكسون بعض المعلومات لميكروفون يتي من شركة بلو المصنعة له. سنقوم الآن بتجربة انبوكسين فتح العلبة. يوجد داخل العلبة كابل USB ودليل المستخدم، ميكروفون يتي من شركة بلو، يمكنك هذا المنتج الفريد من نوعه من عائلة بلويتي من إنتاج تسجيلات لا مثيل لها من خلال جهاز كمبيوتر الخاص بك باستخدام الميكروفون الموصول بـ USB. والفضل يعود إلى تكنولوجيا ثلاثية كبسولة. ميكروفون يتي ينتج تسجيلات بجودة صوت استوديو مع سهولة فائقة. مع 4 إعدادات نمط مختلفة توفر مرونة لا تصدق، بحيث يمكن تسجيل المواد الصوتية الغنائية، موسيقى الآلات، بودكاست، الصوت المرافق للفيديو والمقابلات، بل حتى المحاضرات. سواء كنت تسجل من المنزل أو على الطريق أو في المكتب أو استوديو أو في أي مكان، ميكروفون بلو يتي يساعدك على إنتاج تسجيلات بجودة استوديو في كل مرة تستخدمه. أما عن تصميم ومواصفات ميكروفون بلو يتي، فتصميم ميكروفون بلو يتي مستقر وثابت، يذكرنا بتلك الميكروفونات المتواجدة في استوديوهات التسجيل الاحترافية، حيث توفر قاعدته المستقرة منعا للتذبذب والاهتزاز من على مكتبك. بالإضافة إلى ذلك، ميكروفون بلو يتي يأتي مع تصميم ثلاثي الكبسولة، وهذا أحد العناصر الرئيسية التي تجعل الميكروفون منتجا رائعا وعظيما. يأتي الميكروفون مع حامل خاص مثبت به لسطح المكتب، مع إمكانية تعديل زاوية الميلان للميكروفون بما يناسبه، ويصبح الميكروفون جاهزا للاستخدام حالما يتم وصله بالحاسوب الشخصي باستخدام وصلات USB كيبل المرفقة. ابدأ برنامج التحرير المفضل لديك وباشر بتسجيل مادتك الصوتية. استخدم سماعات أذن لتستمع إلى صوتك مباشرة أثناء التسجيل. فالميكروفونات عالية الجودة مثل البلو يتي تتمتع بخاصية إيصال الصوت أثناء التسجيل دون أي تأخير لايتنسي، فتسمع صوتك كما التقطه الميكروفون في نفس الوقت، تعدل على التسجيل مباشرة. واعلم أيضا بأن ميكروفون بلو يتي ينتمي إلى فئة الميكروفونات الجانبية استقبال للصوت Side Addressed، فالتسجيل يكون وجها لوجه مع الميكروفون وليس من الأعلى. أما عن الضبط، فبمجرد وصلك لميكروفون يتي لحاسوبك الشخصي، سيقوم الحاسوب بالتعرف عليه على الفور، حيث تم تصميم الميكروفون ليكون متوافقا مع عديد من أنظمة التشغيل مثل ويندوز 10 وويندوز 8 وويندوز 7 وويندوز فيستا وويندوز XP ونظام التشغيل من شركة أبل. أما عن التحكم في مستوى الصوت، ستجد أيضا زر كتم الصوت، وفي الخلف سوف تجد عنصر التحكم لضبط الميكروفون. ومن السمات الرئيسية لميكروفون بلو يتي هو المفتاح الذي يمكنك من اختيار بين 4 أنماط تسجيل: نمط أحادي ونمط قلبي وستيريو ووضع ثنائي اتجاه. ويتيح يتي التقاط الصوت من كل اتجاهات، وكذلك قلبي الشكل حيث يلتقط الصوت مباشرة من الميكروفون. أما عن تقنية ستيريو، فالصوت ستيريو يسجل من قناتين، في حين وضع ثنائي اتجاه سوف يمكنك من التقاط وتسجيل الصوت سواء من الخلف أو أمام ميكروفون بلو يتي. في الجزء السفلي من الميكروفون سوف تجد منفذ USB لتوصيل الميكروفون إلى حاسوبك الشخصي، كما تجد أيضا مدخل هيدفون جاك 3.5 ملم حتى تتمكن من استماع إلى كلامك المسجل.
إيجابيات ميكروفون بلويتي: تصميم مبهر، ذو بنية صلبة ومتينة، سهل الاستخدام، جودة تسجيل عالية وممتازة، إمكانية تسجيل أنواع صوت متنوعة مع أنماط ثقات متعددة، مناسب للتعليق الصوتي والمقابلات الشخصية والآلات الموسيقية والغناء والبث المباشر. سلبيات ميكروفون بلويتي: كبير الحجم وثقيل الوزن، فطوله 30 سنتيم مع الحامل، ووزن الميكروفون 1.5 كيلوغرام مع الحامل. في الأخير، يعتبر ميكروفون بلويتي ضخم وثقيل الوزن عند مقارنته بأنواع كثيرة من الميكروفونات الأخرى، فهو يتمتع ببنية متينة وجودة عالية وثبات أكبر على سطح المكتب، كما أنه متعدد الكبسولات والأنماط القطبية مما يجعله متعدد الاستخدامات، ويعتبر أيضا من أفضل أنواع الميكروفونات التي تحتوي على واجهة صوت رقمية داخلية أو ما يعرف ب Built-in Audio Interface، كارت صوت داخلي، والتي تعمل بوصلة USB كيبل، وهو مناسب لأنظمة تشغيل الماك والويندوز. خلاصة القول: يكتسب ميكروفون يتي سمعته من شركته المصنعة له بلو، التي تعمل على تصنيع أجهزة سمعية عالية الجودة مثالية للبودكاست أو أي أنواع أخرى من التسجيل. إنه ببساطة واحد من أفضل الميكروفونات الاحترافية التي تم اختبارها. كان هذا كل شيء على ميكروفون بلو يتي الرائع. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الزر لايك والجرس ليصلك كل جديد، وإلى لقاء آخر.